السلام عليكم العسران، الله يدخل عليكم هاد العواشر هادي بالصحة والسلامة وبالخير وكل ما تمنيتو ان شاء الله. ونتمنى من هاد رمضان يكون كان مغفرة للذنوب وتقبل الله منكم ومنا يا رب. هاد النهار هذا انا فرحان بزاف بزاف بزاف، وهذا الشيء بفضلكم نتوما والدعم ديالكم. العائلة غادي تكبر الحمد لله على يوتيوب، تقريبا وصلنا 1100 مشترك وفهاد واحد الظرف وجيز. المهم شكرا لكم بزاف 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 بزاف، وهذا الشيء تيشجعني باش اني نكمل. العز بكم. اليوم غادي نهضروا على البكالوريا والجامعه. الناس اللي نجحوا في البكالوريا تنقول لكم مبروك عليكم والف مبروك، هذه الثمار ديال سنوات فرحتوا العائلات ديالكم والله يسر لكم الامور. والناس اللي جابوا راتراباج تنقول لهم بون كوراج بون شونس، خدموا 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 غيجيب الله التيسير، ديروا من الاسباب وان شاء الله راه غتجيبوها في هضره الطراباج ديالكم. الدراري اللي ما نجحوش تنقول لهم ما يبقاش فيكم الحال، خدموا على العام الجاي وان شاء الله تجيبوا الباك مونسيون مزيانه وما يبقاش فيكم الحال ثاني. راه الاكثريه ديال اللي نجحوا غتلقاهم تيتسناوكم في البريمير اني ديال لافاك، صحاب مقبول هما اللي تيطفروا في لافاك. المهم بالنسبه للناس اللي نجحوا في الباك، هادشي تويشيات باش تولفوا السيستم. فاليدي او في، هاد الحرف تيكون حدا سميتك ايام النتائج فاش تجيب اكثر من 10. المميزات ديال هاد الحرف هذا نادرا فاش غتشوفو. الا ما جبتيش في المحاوله الاولى ما يبقاش فيك الحال، وما تقولش انا مكلخ ولا ما تنقراش، لانك من 90% ديال الطلبه اللي عمرهم شافوه. الراتراباج اللي تيكون عبارة عن حرف R أو RAT، هذا هو المعدل اللي كاين في السوق ما بين الطلبة في المغرب. وكاين اللي تيجيبو ابتداء من 0، كاين اللي تيجيبو ابتداء من 3، وكاين اللي تيجيبو ابتداء من 7. هذا الحرف هذا تيعطيك الفرصة أنك تدوز امتحان المادة مرة أخرى، وهذا الحرف غادي تبقى تصادفو طيلة المسيرة الدراسية ديالك، غتصاحبو كاع، ممكن توليو خوت، يولي عزيز عليك. ثالثا نو فاليدي ان في، هاد الحرف هذا تيتحط حتى سميتك فاش تسقط في المادة، وكاين جوج الانواع. النوع الاول تتجيبو في الدورة العادية وتيحطوه لك غير دوك الاساتذة اليهود ما في قلبهمش الرحمة. النوع الثاني كتجيبو من بعد ما تدوز الراتراباج وتتجيب قل من 10 الغالب الله. لا 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 ما يبقاش فيك الحال، سير للبيفيت شي كافي نوار والعام الجاي يكون خير ان شاء الله. والناس اللي كانوا موالفين ب 15 17 غير نساوها في لافاك، الا جبتي 10 زغرت وفرح، ولا جبتي 12 دير الزرده وعرض على صحابك. نسيت نقول لك وبلا ما دير فيها قريت بقى جاي يوميا، راه غتندم واحد الندامه ما كاين بحالها ندامه، لان في لافاك اصنام والناس اللي متيجيوش هما اللي مطفرينو، الناس اللي طالعين مقبول هما القرايه. ومرحبا بك في 30 عام ديال الشوماج، حققتي انجاز عظيم في المغرب. كيف ما تعرفوا راه المغاربه سخين، فشي ينجحوا تيدبروا عليهم بالعاقه وتعطاهم الزروره. وكيف ما تعرفت انا راه سخين خاصني ثاني ندبر على الدراري ونعطيهم الزروره ديالهم ديال النجاح. يلا شكون اللي بغى الخمسه؟ انا عطاها لواحد منكم ولكن بلاتي. يلا شكون اللي باقي باغيها؟ وشنو قال لكم الا درت ليها بحال هكا؟ الميساج اللي بغيت نوصل لكم هو انني ندير اللي درت بهاد الخمسة اورو غادي تبقاو باغينها، لانها ما فقدتش قيمتها، بقات خمسة اورو. بزاف ديال المرات تنفقدوا الامل في الحياه، تنتاخذوا
قرارات خاطئة، والوقت تتحكم علينا باش نتعاملوا مع الظروف الصعبة. بعض المرات الحياة تتخليك تحس باللي ما عندكش قيمة، ولكن بغض النظر على داكشي اللي فات وداكشي اللي جاي في المستقبل، ما تفقدش قيمتك. يلا شكون اللي باقي 5 أورو دابا؟ انت واش بنيتك؟ اي فوالا العشران، هنا صار لا فيديو. غنرجعوا للفقره ديال الديديكاس للدراري كاملين. غنبداو ب يوسف لاساسا، يوتيوبر فاميلي كازي اوفيسيال، فرح حنان، بلال الزاهري فلوغ، ايوب ايت عمر، صلاح الدين احلافي، اسد ابن اسد ابن المملكه المغربيه، ورداشي حمزه، نوف البركاش، نور الدين كيبور، دريف فلوكس، العزة خويا، موحى سلامة، ومونير النصيري. وبغيت ندير الدعم لواحد القنوات اللي هي دي كلونز و جيمز اوف سكو، اللي ديال واحد الولد سميتو ادم، كاين في الامارات. هادشي ديال لي جوه وداكشي كاين عنده، ما يقول دخلوا عنده دريلي صغير شجعوه. والمهم واحد الشكر خاص وتنسلم بزاف بزاف على واحد السيد، التفاعل ديالو معنا، اللي سميتو سي محمد فلاح. سي محمد فلاح خلى لي واحد الكومونتير اللي اثر عليا بزاف بزاف، وتنشكرو بزاف بزاف حيت هو متبعنا، وتنتمنى انه يبقى معنا في العائله ديالنا. والله ولي الشرف انك باش تكون اخويا سي محمد، تكون معنا في هذه العائله وفي هذه لاشين الصغيره ديالي. وخليتي لي هذا الكومونتير، غادي نخلي الدراري باش يشوفوها. خويا سي محمد اش نقول لك؟ الله يحفظك ليا اخويا، وشكرا بزاف. وكيف ما قلتي اخويا، في المغرب ما تيعطيوش قيمه للناس اللي ما تيشوفوش، الناس اللي عندهم اعاقه ما تتكونش عندهم قيمه. مثلا في الطريق ما تلقاش الطرقان مقادين البلايص منين غيدوزو، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج اللي هما محرومين منها. وقلت لي كيفاش تقدر تجي لاوروبا خويا؟ خويا سي محمد اش نقول لك، باش غتجي حاجه واحده اللي كاينه عندك هي انك تدفع شي فيزا، سواء على العلاج ولا شي حاجه بحال هكا. المهم فيزا باش انك تجي لاوروبا. فاش غتجي لهنايا غدير اللجوء الانساني، وراه هاد الناس هنايا في اوروبا تيعتنيو بزاف بالناس اللي عندهم نقص في اي حاجه، والحقوق كامله مضمونه. وربي معاك، الله يسر لك الامور، وشكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالك، ونتمنى انك تبقى معنا في الفيديو. وشكرا لكم كاملين العشران، تهلاو ليا في يوسكم، ونتشوفوا في الفيديو الاخر. هذا الفيديو جا معطل شويه حيت تعطلت عليكم في الفيديو هذه الايام، ولكن ان شاء الله صافي. دابا انا ليبر وتقديت لي فيديو ان شاء الله، وغنرجعوا للموضوع ديال الهجره واللجوء والقرايه في اوروبا، وجميع المعلومات كامله غنرجعوا ليها. واي واحد بغانا نهضروا في شي موضوع يخليه ليا في كومونتير، يقول لي نبيل فوالا هالموضوع فاش غنهضروا، وانا ابخي غنجمع دوك المواضيع كامله، وكل مره غنهضروا في موضوع وغنتناقشوا فيه ان شاء الله. ونتمنى التفاعل ديالكم، حيت التفاعل ديالكم باش انا كاين، وباش انا غنكمل ونبقى ندير لي فيديو. ولعز بكم، شكرا لكم كاملين واحد واحد. السلام عليكم.